الاعتداء على المؤسسات التعليمية اصبح ظاهرة في العراق بعد عام 2003 ومشهد اعتداء احد اهالي الطلاب على مدرسة هاجر للبنات في مدينة الشطرة بمحافظة ذي قار ليس ببعيد وسط اتهام لوزارة التربية الحالية بعدم القضاء على هذه الظاهرة التي تتكرر كل حين أكثر من اعتداء صار بمحافظة ذي قار على المدارس ويا ريت من قائد الشرطه ان يعني يعاقب هذه المسيئين على المدارس، يا ريت يعني من هذه القضيه. والتربيه لم تجعل قيمه للمعلم او المدرس فعند ابلاغهم بالاعتداء لم يتخذوا الاجراءات القانونيه بصدد هذا. والكوادر والجهات الامنيه لابد ان تساند الهيئات التعليميه والتدريسيه والادارات في اتخاذ الاجراءات القانونيه بحقهم. الجهات الحكوميه في مديريه تربيه ذي قار استنكرت الاعتداء على المدرسه مؤكده فتحها تحقيقا في هذه الحادثه من اجل اتخاذ الاجراء القانوني اللازم. بدورنا كمؤسسه تربويه وكمديريه عامه لتربيه ذي سوف نتخذ الاجراءات القانونيه بحق المرتكب هذه الجريمه مع وجود مع وجود تحقيق او اجراء في المدرسه اجراء اداري من قبل التربيه للوصول الى على اسباب الاعتداء حادثه الاعتداء على المدرسه تزامن معها تاكيد نقابه المعلمين في ذي قار من ان الاعتداءات على المدارس في المحافظه بلغ 25 اعتداء. ياتي هذا مع عجز الحكومات المتعاقبه عن ايقافها مع وجود روايات تؤكد ارتباط بعض هذه الاعتداءات باحزاب سياسيه وميليشيات متنفذه.